السلام عليكم ورحمه الله. التسميد ديال الزيتون فيه جوج ديال الانواع، كاين السماد ديال العمق وكاين السماد ديال التغطيه. السماد ديال العمق هو ان بي كا او لا الفوسفور او لا الازوت والفوسفور والبوتاس. في المثال ديال اليوم غادي نستعملوا السماد 10 30 10، يعني كل 100 كيلو ديال السماد فيه 10 كيلو ديال الازوت، فيه 30 كيلو ديال الفوسفور، وفيه 10 كيلو ديال البوتاس كما تبين لكم في الصوره. تناخذوا تقريبا جوج سطيلات، كل سطيله تقريبا ديال اللوضو فيها كيلو ونص، يعني غادي نستعملوا 3 كيلو بالنسبه للشجر الكبير. هذيك كيلو ديال هذاك السماد، يعني كيلو كل كيلو فيه 10% يعني فيه 100 غرام ديال الازوت، فيه 300 غرام ديال الفوسفور، وفيه كذلك 100 غرام ديال البوتاس. يعني 3 كيلو شحال هي؟ هي 300 غرام ديال الازوت، هي 900 غرام ديال البوتاس ديال الفوسفور، و 300 غرام ديال البوتاس. 300 ديال الازوت، 900 ديال الفوسفور، و 300 ديال البوتاس، جوج سطيلات ديال اللوضو. هذا الشيء الا كنا درنا التسميد العضوي او الغبار، اذا تنكتفيو بهذه الكميات هادو. الطريقه ديال التسميد، تنحوضوا الشجره كما تتبان لكم في الصوره، تنحوضوا ليها تقريبا في الجهه ديال الشبكه فين تيحبسوا العروشه ديالها، وتنديروا السماد، تنديروا جوج سطيلات كما تتبان لكم في الصوره. هنا تنديروا السماد جوج سطيلات ديال اللوضو، تندوروا على الشجره، حيت هنا تيكونوا داك هذاك الزغاب ديال الامتصاص او الشبكه ديال الشجره، تندوروه كامل، تنديروا ديك 3 كيلو ديال السماد ديالنا، حيت الا درناه في السطح ديال الارض ممكن تبخر وما تستافش من الشجره. هنا تيبان لكم السماد، هذاك اللون الابيض ديال السماد هو الازوت، وهذاك الاحمر هو البوتاس، اما اللون الكحل هو الفوسفور. وديما تنصحكم الا خديتو السماد ديال ان بي كا يكون الان والكا هما اللي طالعين، يعني الرقم الاول والرقم الاخير، اما الرقم الوسطاني ما تحتاجوش نبته بزاف. هنا لقينا في السوق هذا السماد هذا 10 30 10 هو اللي درنا. اما الا لقيتو شي سماد فيه الان يعني الازوت والبوتاس طالعين، هذاك هو احسن سماد، حيتاش الزيتون ما تحتاج او الاشجار بصفه عامه ما تحتاجش الفوسفور بزاف، تحتاج الازوت والبوتاس بزاف. هذه قاعده. هنا تنغطيو السماد ديالنا اولا تندفنوه، حيتاش الفوسفور والبوتاس قليلي الحركه في التربه، خصك تدفنو يكونوا بالتماس مع ذاك زغب الامتصاص او الشبكه باش يتمتصوا. اما الازوت ماشي مشكل، هذا هو السماد ديال التغطيه، يعني ديال العمق، يعني يكون في العمق ديال الارض. والسماد ديال التغطيه تيخص غير الازوت، تنديرو في شهر ماي مور العقد ديال الزيتون، تنديرو ديك الساعه غير الازوت 33 او 46، هذا تيتسمى سماد العمق هذا. اما سماد التغطيه هو السماد ديال الازوت اللي تيدار مور العقد ديال الزيتون، يعني في شهر مايو.